تعال اقول لكم لو عملنا عملية تجميل الانف مش صح ممكن يحصل ايه. عملية تجميل الانف هي مش عملية للشكل بس، الشكل والوظيفة، والشكل مش اسطمبة. فلو اللي بيعملها ما كانش مراعي ان مقاييس الجمال دي مختلفة من وجه للتاني وعمل شكل واحد لكل الحالات، هنا هيبقى الموضوع باين قوي ان هو مش طبيعي. وكمان الوظيفة لو ما اتعملش ليها تقييم قبل العملية هنفاجئ ان الموضوع مستمر او ممكن يزيد. علشان كده عملية تجميل الانف هي السهل الممتنع، عملية ما فيهاش اي خطورة ولكن دقيقة جدا، محتاجة خبرة ومحتاجة بلان. كل وجه ليه جماله وليه الانف الخاصة بيه. اما كناش نعمل خطة وبلان ورسمة بتاعة الشخص ده هيحصل مشكلة فيما بعد وكمان الوظيفة.